السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس الملك عبد العزيز. سنستكمل ما بدأناه من قبل، وهو الوحدة الرابعة بمقرر رياضيات 4. واليوم إن شاء الله سنتناول الموضوع الأخير، الدوال المثلثية العكسية. الأول مراجعة سريعة شباب. في البداية احنا تعرضنا لبعض الزوايا الخاصة زي 30 والخمسة وأربعين وستين، وعرفنا من ضلع الانتهاء لهذه الزوايا بيقطع دايرة الوحدة في النقاط. بالنسبة للتلاتين جذر 3 على 2.5، اللي هي قيمة الكوزاين بجذر 3 على 2 وقيمة الساين بنص. بالنسبة للخمسة وأربعين هتبقى قيمة الكوزاين بجذر 2 على 2 وقيمة الساين بجذر 2 على 2 أيضا. بالنسبة للستين قيمة الكوزين نص وقيمة الساين بجذر 3 على 2، ولو احتجت التان بتقسم بسط كوزين على البسط بتاع الساين، فتان 30 هيبقى 1 على جذر 3 أو بالإنطاق جذر 3 على 3. بالنسبة ل45 التان هيكون بواحد، بالنسبة لل60 التان هيكون بجذر 3. بالنسبة للزوايا الرباعية اللي هي 0 و90 و180 و270 و360، طبعا بتكافئ الصفر. خليك فاكر إنه الزوج المرتب اللي يمثل كوزين وساين بالنسبة للصفر هو 1 و0، بالنسبة للتسعين هو 0 و1، وبالنسبة ل180 هيبقى -1 و0، وبالنسبة ل270 هو 0 و -1. طبعا عندنا ساين 30 قلناه من قبل كده، ساين 30 بيمثل النص، ركز معايا فيه ومر علينا من قبل انه ممكن اقول ساين ماينس 1 نص بيساوي 30. ركز انه لو طالب منك ساين ماينس 1 لعدد او كوزاين ماينس 1 او تان ماينس 1 يبقى مطلوب قيمة الزاوية. يعني لما اقول ساين ماينس 1 نص، فالمطلوب مني هو قيمة الزاوية اللي قيمة الساين له نص، اللي هي الزاوية 30. تناولنا ايضا سابقا دايرة الوحدة هذه، وعرفنا انه مجموعة الازواج المرتبة اللي موجودة عليها بتمثل قيمة الكوزاين والساين او ضلع الانتهاء للزوايا الخاصة، سواء في الربع الثاني او ما يناظرها في الثالث او الرابع. اليوم هنستعرض جزء في غاية الأهمية، وهو إنه لا ننسى مبدئيا إنه 270 تكافئ سالب 90، لأن 270 محسوبة في عكس اتجاه عقارب الساعة. فلو مشيت باتجاه عقارب الساعة فال 270 درجة يكافئ أيضا سالب 90، هذه معلومة مهمة. وبالتقدير الدائري يكافئ سالب باي على 2. يبقى تاني يا شباب، ال 270 بيكافئ سالب 90، والتلاتة باي على 2 بتكافئ الزاوية من حيث ضلع الانتهاء، تكافئ الزاوية سالب باي على 2. عرفنا قبل كده انه قيمة الساين لأي دالة، أي دالة أو أي زاوية قيمة الساين بتاعها واقع ما بين سالب 1 و1، ولو كانت الزاوية بتاعتي 270 أو سالب 90 فبيكون الساين بتاعها هو سالب 1، ولو الزاوية عندي بموجب 90 فبيكون الساين بتاعها هو موجب 1. وبالتالي لما أقول إن قيمة الساين لأي زاوية أو قيمة الساين بصفة عامة بتبدأ من سالب 1 وتنتهي عند موجب 1، فهذا يعني إن قيمة الزاوية سيتا هتبدأ من، تمام كده، من سالب 90 وتنتهي عند موجب 90. وهذه معلومة في غاية الأهمية. تاني يا شباب، الساين عندي محصور أو واقع دايما بين سالب 1 و1، وبالتالي زاويتها هتكون واقعة ما بين سالب 90 وموجب 90. طيب لو تناولنا في المقابل الكوزين، طبعا بالنسبة للزاوية المقدرة بالراديان هتبقى من سالب باي على 2 إلى موجب باي على 2. طيب بالنسبة للكوزين، كوزين برضو قيمته واقعة ما بين أو بدأ من سالب 1 ومنتهي عند موجب 1، فالزاوية في الحالة الأولى هتكون ب180 وفي الحالة التانية بصفر. فأقدر أقول إن حدود الزاوية اللي الكوزين بتاعها من سالب 1 إلى موجب 1 حدود الزاوية سيتا من 0 إلى 180. يبقى حدود الزاوية بتاعتي هتكون من 0 إلى 180 لو الكوزين لو بتكلم على قيمة الكوزين بتاعتي واقعة من سالب 1 لـ1. طيب لو جينا، وطبعا بالنسبة بالتقدير بالراديان هيكون السيتا واقعة ما بين 0 وباي. طيب لو جينا عملنا بقى تناولنا الدالة المثلثية العكسية، الدالة المثلثية العكسية يعني هيبقى فيها ساين ماينس 1 كوزين ماينس 1 أو تان ماينس 1. لو خدنا الدالة الأولى ولتكن الدالة بتاعتي واي بتساوي ساين ماينس 1 اكس، اتفقنا إنه قيمة الساين بتكون واقعة ما بين سالب 1 و1، وبالتالي قيمة الإكس في الحالة هذه هتكون واقعة ما بين سالب 1 و1 أو بدأ من سالب 1 لـ1. طب قيمة الزاوية، الزاوية بيمثلها في الحالة هذه الواي، هتبقى قيمة الواي واقعة ما بين كام وكام؟ انتبه،
ما بين سالب 90 إلى موجب 90، أو من سالب باي على 2 إلى موجب باي على 2. طيب بالنسبة لدالة الكوزين، يبقى في الحالة الأولى طبعا قيمة القيم الإكس دي بتمثل المجال، يبقى مجال دالة واي تساوي ساين ماينس 1 إكس هتبقى المجال، قيم إكس اللي هي بادئة من سالب 1 ومنتهية عند الواحد، بينما المدى بتاعي هيكون من سالب 90 إلى موجب 90، أو من سالب باي على 2 إلى موجب باي على 2. طب بالنسبة لدالة جيب التمام اللي هو الواي بيساوي كوزاين ماينس 1 اكس، برضه قيمة الاكس هتكون واقعة ما بين أو بادئة من سالب 1 ومنتهية عند 1، لأن دي القيمة العظمى الصغرى لقيمة الكوزاين. طيب الزاوية نفسها اللي الكوزاين بتاعها من سالب 1 ل 1 هتكون واقعة ما بين 0 و180، يبقى المجال بتاع ده اللي تجيب التمام العكسية هيكون سالب 1 إلى 1، يعني الاكس واقعة ما بين أو بادئة من سالب 1 ومنتهية عند 1، بينما قيمة الواي من 0 إلى 180 أو من 0 إلى باي. بينما دالة الظل اللي هي y تساوي tan ماينس 1 x، فكان قيمة التان طبعا التان بتاخد أي قيمة حقيقية، وبالتالي لما أجي أتعامل مع الدالة العكسية أو الدالة المثلثية العكسية اللي هي y تساوي tan ماينس 1 x، هتبقى قيم ال x هي مجموعة الأعداد الحقيقية، لكن قيم ال y هتكون واقعة أيضا ما بين سالب 90 إلى موجب 90، أو من سالب باي على 2 إلى موجب باي على 2. خلاصة الكلام يا شباب تاني، إنه أي زاوية معلوم بتاع الكوزين بتاعها، فتكون الزاوية هذه واقعة ما بين 0 و80. لو أي زاوية موجودة عندي ومعلوم الساين بتاعها، هيكون واقع الزاوية أو قيمة الزاوية واقعة ما بين سالب 90 إلى موجب 90، ودالة التان زي دالة الإيه؟ الساين، أو الدالة العكسية للتان زي الدالة العكسية للساين، هتكون القيم بتاعة الزاوية واقعة ما بين سالب 90 وموجب 90. شوف المثال الأول، بيقول لي أوجد بالدرجات والراديان قيمة كل مما يلي. مطلوب مني كوزاين ماينس 1 سالب نص، ومطلوب هنا قيمة الزاوية. طيب الخطوة الأولى لازم تبقى واخد بالك إن الكوزاين بصفة عامة هتكون واقعة قيمة الكوزاين ما بين 0 و180، وبالتالي أنا شغال في ربعين، الربع الأول اللي هي الكوزاين فيه موجبة، والربع الثاني اللي هو الكوزاين فيه سالبة. فأول حاجة هتتعامل مع الزاوية، هتجيب الزاوية الأول في الربع الأول حتى لو مش مطلوبة في الربع الأول. مين الزاوية اللي الكوزين بتاعها بنص؟ الزاوية اللي الكوزين بتاعها بنص هي زاوية 60، يبقى كوزين ماينس 1 نص كموجب بيديني 60، لكن أنا عايز سالب نص، يبقى في الحالة هذه أنا عايز الزاوية اللي موجودة في الربع الثاني. طب كيف أعين زاوية موجودة في الربع الثاني إذا كنت عارف الزاوية المرجعية؟ بشيلها من 180، يبقى كوزين ماينس 1 سالب نص هيساوي 180 ناقص 60، يعني يساوي 120. يبقى لو مطلوب مني زاوية الكوزين بتاعها بسالب نص، يعني مطلوب مني كوزين ماينس 1 سالب نص، الامر بسيط، هتسال نفسك دايما مين الزاويه اللي الكوزين بتاعها بنص؟ هي ال 60، لكن انا عايزها بسالب نص، عايزها في الربع الثاني. طب اعمل ايه؟ هشيلها من 180 تعطيني 20. طب لو مطلوبه بالتقدير اللي هو الراديان، ال 120 بالراديان هتساوي، هشيل كل هشيل هقسم 120 على 180 واحط جنبها الباي، هتبقى 2 باي على 3. طيب لو جات لي في اختيار متعدد، ممكن استخدم الآلة الحاسبة مباشرة واعمل بالترتيب الأزرة التالية، هعمل شيفت كوزاين، وبعدين هحط في قوس كسر سالب 1 على 2 واضغط يساوي، الآلة الحاسبة تطلع لي 120. نشوف مثال 2، اوجد بالدرجات والراديان قيمة كل مما يلي تان ماينس 1 سالب 1. مبدئيا احنا عارفين ان قيمة التان، قيمة الزاوية في حالة معرفة قيمة التان، هتكون واقعة ما بين سالب 90 وموجب 90، يبقى مبدئيا الزاوية هتكون واقعة ما بين سالب 90 وموجب 90. طيب السؤال اللي دايما اللي هيتبادر، برضه نجيب الزاوية المرجعية، الزاوية اللي في الربع الأول، مين الزاوية اللي التان بتاعها بواحد؟ هنجد إنه الزاوية اللي التان بتاعها بواحد طبعا الزاوية لو موجبة هتبقى من 0 ل 90، أما لو سالبها هتكون من سالب 90 لصفر. فمش هيشغلنا كتير الجزئية هذه، لأنه في جميع الأحوال أنا كده كده لازم أجيب قيمة الزاوية اللي التان بتاعها بواحد. مين الزاوية اللي التان بتاعها بواحد؟ هي الخمسة وأربعين، لكن أنا عايز الزاوية اللي التان بتاعها بسالب واحد، أنا عايز تان ماينس 1 سالب واحد. الأمر بسيط جدا، في حالة التان والكوزين هات الزاوية عادي خالص وبعدين حط لها إشارة سالب، فيصبح الزاوية المطلوبة عندي اللي هي تان ماينس 1 سالب 1 هي سالب 45. طبعا اقدر احول هذه بالتقدير الراديان، ان انا اقسم سالب 45 على 180 احط جنبها الباي، فتطلع القياس بالراديان هو سالب باي على 4.
وممكن احسبها بالآلة الحاسبة بترتيب الأزرة، شيفت تان واضغط على سالب واحد داخل قوس يساوي، هتطلع الزاوية بتاعتي 5 و4. مثال ثالث مطلوب مني بالدرجات والراديان قيمة ساين ماينس 1 سالب جذر 2/2. برضو كالمثال السابق الساين حدود الزاوية بتاعتها، اللي هو لو الساين معروف فحدود الزاوية بتاعتها هتكون من سالب 90 إلى موجب 90. مش هيشغلني وقت كتير قصة الموجب أو السالب، الفكرة كلها إن أنا لو طلعت عندي، لو كانت الساين مطلوب مني ساين ماينس 1 لقيمة سالبة، فأنا هجيب الزاوية عادي المرجعية اللي في الربع الأول وأحط لها إشارة سالب، الكلام ده مع الساين ومع التان. أما مع الكوزين فأنا شغلي في ربع أول وربع تاني. مبدئيا هنشوف الزاوية اللي الساين بتاعها بجذر 2/2، هنجد إن هي الزاوية 45. طب هعمل إيه؟ الأمر بسيط، أنا عايز تان ماينس 1 سالب جذر 2/2، فهاجي على الزاوية أضيف لها إشارة سالب، أحط لها إشارة سالب، فيصبح ساين ماينس 1 جذر سالب جذر 2/2 هو سالب 45. طب أنا محتاج الزاوية بالتقدير الراديان، فهقسم سالب 45 على 180 وأحط جنبها الباي. بالتبسيط طبعا 180 على 45 يعطيني 4، فيصبح القياس بتاعي هو سالب باي على 4. ممكن باستخدام الآلة الحاسبة نضغط بترتيب الأزرار شيفت ساين وبعدين قوس، هيفتح لي قوس الآلة، أحط فيها كسر وفيه سالب جذر 2/2 واضغط يساوي، يطلع القيمة سالب 45. مثال 4، أوجد قيمة كل مما يأتي مقرب الناتج لأقرب جزء من 10، طبعا إذا لزم الأمر. مطلوب مني تان لساين ماينس 1/2. مبدئيا أنا هجيب ساين ماينس 1/2، أنا مطلوب مني قيمة زاوية. إيه الزاوية اللي الساين بتاعها هو نص؟ طبعا هي الزاوية 30، يبقى ساين ماينس 1/2 هو 30، يبقى أنا مطلوب مني في النهاية مين بعد كده؟ مطلوب مني تاني. الزاوية اللي الساين بتاعها بنص هي 30، يبقى ساين ماينس 1/2 بيساوي 30، فهشيل ساين ماينس 1/2 واحط مكانها 30، يبقى كده اصبح من المطلوب مني هنا تان 30 وتان 30، هقسم بسط الساين على بسط الكوزاين، يبقى 1 على جذر 3 وبالانطاق يطلع جذر 3 على 3. مثال اخر طبعا بالآلة الحاسبة، ممكن اضغط بترتيب الازرار على طول، اكتب بترتيب الازرار تان بعدين شيفت ساين وداخل القوس اللي هيتفتح لي حط سالب نص، يطلع الناتج بجذر، آسف موجب نص، يطلع الناتج بجذر 3/3. مثال 5، أوجد قيمة كل مما يلي مقربا الناتج لأقرب جزء من 10. مطلوب مني كوزين لساين ماينس 1/4/5. بداية يا شباب هعتبر إن ساين ماينس 1/4/5 هذه زاوية، ولتكن هذه الزاوية هي ثيتا، وبالتالي يبقى انا كده كاني بقول انه ساين سيتا بيساوي 4/5. طب هتصرف ازاي؟ هستخدم انا مثلث قائم الزاوية واشتغل عليه بنظرية فيثاغورس. الاول مثلث قائم، هختار زاوية حادة وهسميها سيتا، المقابل للزاوية سيتا الضلع المقابل هياخد 4 والوتر بيساوي 5، لانه الساين بيساوي مقابل على وتر. هتصرف بعد كده ازاي؟ هجيب الضلع الثالث باستخدام نظريه فيثاغورس، طبعا اما باستخدام الثلاثيات مباشره يطلع الناتج 3 اللي هي ار 3 4 5، او باستخدام النظريه نفسها انا عايز ضلع، فهاخد جذر مربع الوتر ناقص مربع ضلع القائمه يطلع الناتج 3. طب ايه المطلوب مني في الحاله هذه؟ في كل الشغل الموجود قدامك في النهايه انا عايز كوزاين سيتا. ليه انا عايز كوزاين سيتا؟ لانه اتفقنا انه الساين ماينس 1 4/5 هرمز لها بالرمز السيتا، وبالتالي يبقى كوزاين لساين ماينس 1 4/5 هي نفسها كوزاين سيتا، ومن الرسم كوزاين سيتا اللي هو المجاور على الوتر يعني 3/5. او اقدر استخدم الاله الحاسبه، هضغط على الازرار بالتوالي او بالتتابع، هبدا بكوزاين، هيفتح قوس الاله الحاسبه، هضغط على شيفت ساين داخل، هيفتح لي قوس، هبدا اكتب في القوس سالب 4/5 واقفل القوس الاول والثاني واضغط يساوي، يطلع الناتج في النهاية 3/5. أشكركم يا شباب على حسن استماعكم، مع وعد بلقاء في مرات أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.